مشاهدين الأعزاء، في 21 من جمادي الثاني لعام 1397 للهجرة، الموافق 8 من شهر يونيو لعام 77 للميلاد، صدر مرسوم أميري بإنشاء جامعة قطر على أن يكون رئيسها الأعلى سمو أمير البلاد المفدى. وتهدف الجامعة إلى إعداد المتخصصين والفنيين وتقدم العلوم والفنون وتطوير المجتمع. تضم جامعة قطر كلية التربية، كلية الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، كلية العلوم، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الهندسة. كلية التربية تعتبر كلية التربية للمعلمين والمعلمات التي أنشئت عام 73 للميلاد، هي نواة جامعة قطر، حيث كانت تضم 20 قسما في مختلف التخصصات. وبإنشاء الجامعة عام 77 ألحقت الكلية بها. تضم كلية التربية حاليا 7 أقسام علمية، هي قسم أصول التربية، التخطيط التربوي، المناهج وطرق التدريس، علم النفس التعليمي، الصحة النفسية وتكنولوجيا التعلم، وقسم الاقتصاد المنزلي. كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية أنشئت عام 77، تضم قسم اللغة العربية، الجغرافيا والتاريخ، المكتبات، الاجتماع والخدمة الاجتماعية، الفلسفة، وقسم اللغة الإنجليزية. كلية العلوم تضم قسم الرياضيات، الطبيعة، الكيمياء، النبات، علم الحيوان، علوم البحار، وقسم الجيولوجيا. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية تضم الأقسام العلمية التالية: قسم التفسير والحديث، قسم الفقه وأصول السياسة الشرعية، قسم العقيدة ومقارنة الأديان، وقسم الدعوة والثقافة الإسلامية. أما كلية الهندسة فهي أحدث كليات جامعة قطر. شروط القبول بجامعة قطر: أولا، الحصول على الشهادة الثانوية العامة بقسميها الأدبي أو العلمي أو ما يعادلهما، الحصول على المعدل المطلوب حسب القواعد التي يقرها مجلس الجامعة، اجتياز الاختبار الشخصي الذي تقدمه أو تعده الجامعة، اجتياز اختبار اللياقة الطبية. وتقبل جامعة قطر الطلاب القطريين وطلابا من أبناء دول مجلس التعاون ونسبة معينة من أبناء المقيمين والعاملين بالدولة. كما تقدم جامعة قطر عددا من المنح والمقاعد لأبناء الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وأبناء العالم الإسلامي. نظام الدراسة جامعة قطر: تقوم الخطة الدراسية على أساس نظام الفصول الدراسية، وتنقسم السنة الدراسية إلى 3 فصول، هي فصل الربيع وهي فصل الخريف وفصل الربيع، ومدة كل منهما 16 أسبوعا، وهناك فصل آخر وهو فصل الصيف ومدته 8 أسابيع. وتستمر الدراسة طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، ويخصص يوم الخميس للنشاطات الرياضية أو الثقافية أو الرحلات الداخلية. وتتبع جامعة قطر نظام الساعات المكتسبة أو الوحدات الدراسية، ويتطلب كحد أدنى للتخرج من الجامعة أولا كلية الهندسة، وعدد المتطلب الجامعي هو 156 ساعة،
وأما باقي الكليات ف 144 ساعة للتخرج. وهناك متطلبات جامعة ثم متطلبات كلية وأيضا متطلبات التخصص على كل طالب يدخل أو يلتحق بجامعة قطر. وأما بالنسبة للمقررات الدراسية التي يأخذها أو يسجلها الطالب في الفصل الدراسي الواحد فتتراوح بين 12 إلى 18 وحدة دراسية في خلال الفصل الدراسي الواحد. وإذا تكلمنا عن نظام التقييم أو تقييم الطالب في خلال الفصل الدراسي الواحد فيعتمد أو يعتبر التقويم في جامعة قطر يعتمد على عدة أنشطة يقوم بها الطالب في خلال الفصل الدراسي الواحد، منها طبعا البحوث والمقالات والنشاطات التي يقوم بها الطالب بالإضافة إلى الاختبارات التي يأخذها الطالب في خلال الفصل الدراسي الواحد. إحصائيات عن عدد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة قطر والطلاب، فيبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر 396 عضو هيئة التدريس منهم 155 من القطريين من حملة الدكتوراه أو الماجستير. بالنسبة هناك أيضا جهاز إداري مساعد بالجامعة ويبلغ الجهاز الإداري حوالي 400 موظف وموظفة بالجامعة بالإضافة إلى 300 من العمال الذي وعمال الخدمات بالجامعة. أما بالنسبة للعدد الإجمالي للطلاب والطالبات فيبلغ 4500 طالب وطالبة لهذا العام الدراسي 1984-1985. عبد الرحمن حسن الإبراهيم أمين عام جامعة قطر. كلية الهندسة هي أحدث كليات جامعة قطر التي تشتمل على 5 كليات، وتجري الدراسة فيها منذ أكتوبر سنة 1980 على أساس نظام الساعات المكتسبة، وتشمل الدراسة 10 فصول دراسية، فبالنسبة للطالب العادي يتخرج في خلال 5 سنوات إلا إذا حضر بعض المقررات في فصول الصيف. الكلية بها 4 شعب تخصصية هي بحسب إنشائها: شعبة الهندسة الميكانيكية وشعبة الهندسة الكهربائية وشعبة الهندسة المدنية وشعبة الهندسة الكيميائية. وفي كل شعبة يمكن تخريج ألوان مختلفة من المهندسين بحسب طلبات واحتياجات الدولة، وذلك باختيار وانتقاء مجموعة من المقررات الاختيارية التي تناسب لون الدراسة التي نود أن نخرج متخصصين فيها. هيئة التدريس حوالي 30 أستاذا موزعين توزيعا يكاد يكون متساويا ومتجانسا بين أقسام الكلية. الكلية مجهزة بمجموعة كبيرة جدا من المعامل المخابر، منها 4 مخابر لبحوث الشعب المختلفة للأساتذة، و34 مخبرا بتخدم فروع الهندسة المختلفة من ميكانيكية وكهربائية ومدنية وكيميائية، فضلاً عن مجموعة من المقررات الهندسية العامة أي ذات الصفة التي ترتبط بكل من يدرس في كلية الهندسة. في نفس الوقت ننتظر تخريج الدفعة الأولى بعد مرور 5 سنوات في شهر يونيو سنة 1985 أي في يونيو القادم. نتوقع تخريج 22 طالباً موزعين على الوجه الآتي: 12 في الهندسة المدنية و5 في الهندسة الكيميائية و3 طلاب في الهندسة الكهربائية وطالبين في الهندسة الميكانيكية، فضلا عن أن الدفعات التالية ستكون أكثر بكثير من هذا الرقم، وذلك
لانتظام أكثر في الالتحاق بالكلية. دكتور جلال شوقي أحمد شوقي، عميد كلية الهندسة. عزيزي المشاهد، للنهوض بالشباب علميا فكريا روحيا وخلقيا، فقد ضمت جامعة دولة قطر العديد من المراكز، منها مركز البحوث التربوية والعلمية والتطبيقية. يهدف المركز إلى القيام بالدراسات والبحوث الأساسية وتطوير الخبرات في المجالات الزراعية والصناعية. وأيضا يوجد في جامعة قطر مركز البحوث التربوية والتطوير التربوي ومركز الدراسات التربوية الإنسانية ومركز بحوث السيرة والسنة ومركز اللغات، وكذلك بها مكتبة تضم العديد من الكتب والمجلات والنشرات الدورية. ووفرت الجامعة جميع الإمكانات لنمو شخصية الطالب وإمداده بصورة مستمرة بالنصح والإرشاد والرعاية الصحية، حيث أنها تقدم خدمات كثيرة منها السكن والمواصلات، كما اهتمت بتوفير الاحتياجات اللازمة لطلابها لممارسة أنشطتهم الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.